السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. مصطلح تهذيب الشعار، هل الشيخ أحمد سلمان يوافق على هذا المصطلح وتفعيل هذا المصطلح أو لا؟ جاء هذا الموضوع بسؤال من الأخت بتول الحسن مقدمة قناة العهد الفضائية بتوجيه سؤال محوري للشيخ أحمد سلمان. دائما ما ينادى به أنه يجب أن نهذب الشعار، يجب أن نهذب الشعار. طبعا بهذا الفيديو هو مثال واضح جدا لحكمة الشيخ أحمد سلمان بجعل الموضوع محصور بيد المؤسسة الدينية، والتي تبين من خلال الأدلة التي تراها أنه هذا الشيء يجوز هذا الشيء لا يجوز، من خلال المحاكاة التي تكون على أرض الواقع من طقوس وشعار حسينية. نعم، الشيخ أحمد سلمان استشهد بكلام للسيد الخوئي، قال إذا كانت هذه شعار الله، إذا كانت هذه شعار أو من شعار الله، فكيف نحارب أو نهذب شعار الله؟ الله يقرر أو الله يشرع ونحن نهذب. بالتأكيد الشيخ أحمد سلمان كان ضد هذه الفكرة، فكرة تهذيب الشعار، فكرة تهذيب يعني المجالس، فكرة تهذيب شعيرة من شعار الإمام الحسين عليه السلام. لكن الشيخ أحمد جعل أن الموضوع معطوف على المؤسسة الدينية، هي المتحكم الأساس، وليس كل شخص، وليس كل شخص ينظر ويأتي بقاطة وبرباطة ويأتي والله الزنجيل حرام اشطب عنه، والله البكاء حرام أو يعني شيء مخل بالقضية الحسينية بشعار الإمام الحسين اشطب عليه، والله التطوير حرام اشطب عليه، والله الزنجيل حرام أواني كررت عفوا. يعني ممكن أمور يأتي لنا شخص عفوا من الأشخاص ويقول أصلا المشي للإمام الحسين هو مسألة مخلة بالآداب أو مخلة عفوا بقضية الإمام الحسين وبشعار الإمام الحسين. لذلك معيار الشيخ أحمد سلمان أن المؤسسة الدينية العليا هي التي تقرر، وأصحاب الشأن هم من يقرر وليس منهب ودب. خلنا نستمع ونعقب، فخليكم مع الفيديو. طب سمعت الشيخ، بمقابل ذلك هل نحتاج إلى تطبيق مفهوم تهذيب الشعائر، يعني وإبعاد ما علق بها من ممارسات قد تكون ضارة بالأساس بالقضية الحسينية؟ ولعل الشواهد كثيرة ببعض الممارسات التي تحديدا بالسنوات الأخيرة التي شهدناها مع يعني مواقع التواصل الاجتماعي، تداول بعض الفيديوهات، تحديدا ما شهدناه قبل أيام على الرغم من التحذيرات التي تنطلق في السنوات السابقة، لكن في كل عام نشهد هناك ممارسات تضر بالقضية الحسينية، فلنحتاج إلى تهذيبها هذه الشعائر؟ كعنوان أنا ضد هذا العنوان تهذيب الشعائر. لماذا؟ لأنه الشعائر إما كما يذهب مجموعة من الفقهاء مثل السيد الخوئي هي الأمور التي نص عليها الشارع المقدس، هي خصوص الأمور المنصوصة وهي قضايا توقيفية، وتهذيب مثل هذه الأمور يعني مشكلة، كأننا الله يشرع ونحن نغير ونبدل، أو هي الأمور التي تندرج تحت عناوين عامة وهي مصاديق لعناوين عامة. أنا مع قضية تقييم الممارسات الموجودة في الساحة. نعم نتفق عندنا ممارسات يطلق عليها الشعائر، يحاول البعض أن يلصقها بالشعائر ولكنها ليست كذلك، بل هي في قسم منها مشوهة ومنفرة. لكن السؤال المهم سمحت الشيخ، لكن هي ما تطلق إلى عامة الناس، بالنهاية الناس لا يمكن لها أن تدخل بهذه التفصيلات التي لا يمكن أن يعني تفهمها بمجملها، لكنها تخرج إلى الناس بعنوان الشعائر الحسينية. أنا أقصد كرجال دين، من هو متخصص بهذا المجال، كيف يمكن له أن يحارب هذه الممارسات؟ نعم. التي حضرتك لم يعني اعترضت على مسألة تهذيبها أو التسمية التي ذكرناها.
لا أنا مع تهذيب الممارسات ومع تقييم الممارسات، لكن أنا قلت أنا ضد هذا العنوان. نعم تهذيب حل الشعار. هذه المشكلة، أنا حل هذه المشكلة لا يكون في الفضاء الافتراضي على الفيسبوك أو على الانستغرام أو على تويتر، ولا يكون بيد كل من هب ودب. عندنا مؤسسة دينية رصينة أثبتت في كثير من المنعطفات الخطيرة والحرجة أنها على قدر كبير من المسؤولية والحكمة. مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى هذه المؤسسة الدينية. وأنا أعتب على كثير من أصحاب المواكب وأصحاب الهيئات، عندهم كلمة هي بالأصل حكاية واليوم أصبحت شبيهة بالفتوى، يقولون نحن نقلد المراجع 359 يوم من السنة، ويوم لا نقلد فيه أحد، نقلد فيه الحسين فقط. لهذا غير صحيح. الحسين عليه السلام هو الذي ورد عنه مجاري الأمور بيد العلماء. هذه الممارسات مهم جدا أن ترفع إلى هذه المؤسسة الدينية، وهي التي تقول كلمتها. أما إذا تركنا الأمر لعامة الناس ولكل من هب ودب، النتيجة احتراب انشقاق وانشغال الناس عن قضية عاشوراء وقضية الحسين وقضية الأهداف الكبرى بقضايا جزئية، بل رأينا ورصدنا واكتشفنا أن الأعداء يدخلون من هذا المنفذ، منفذ التأجيج والتفرقة، ومنها إلى أن تصل الأمور إلى لا قدر الله حتى الاقتتال. حياكم الله من جديد، وأعيد وأكرر أنه كلام الشيخ أحمد سلمان كان كلام حكيم جدا، ولو صدر من أي شخص لروجت بقناتي. أن المؤسسة الدينية، أو نحن بعض الأحيان لما نذكر المؤسسة الدينية بعض الأشخاص يعني جلده يظل يحكى ويظل حتى يتكالب على نفسه ويريد أن يعض الذي بجانبه. نعم، خلينا نبين انه هذا الموضوع هو رجوع الغير متخصص للمتخصص. انا اليوم غير متخصص بمثلا رواية يعني استند لها الخطيب او استند لها المرجع بافتاء بحلية هذه الشعيرة الحسينية. انا غير مختص. اليس القاعدة العقلية تقول رجوع المختص الى المختص هو من ثوابت العقل؟ من منطلق عقلي نقول انه نحن لا يمكن ان نبدي آراءنا بشيء لا نفهمه. يعني اليوم نعيد ونكرر، الحوزة الدينية العليا أو المرجعية الدينية العليا ومراجعنا العظام حفظهم الله وجعلهم الله شوكة بأعين بعض البعوض، نريد أن نبين أن المرجعية الدينية وأيضا الحوزات الدينية هي المسؤولة عن هذه التصرفات أو عن هذه الأمور، وليس كل من هب ودب وجعل يفتي للناس. هذا هو فيديو اليوم، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا. خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.